السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وماما حامل بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. طبعا مرض السكر ده مرض ملوش كبير، يعني مش بس بيجي للناس الكبيرة. للأسف في سكر حمل، في سكر وراثي، في سكر بيجي الأطفال. هنقول ازاي بيجي الأطفال هو مش وراثي مثلا، أو الطفل ازاي يجيله سكر؟ الأطفال ازاي بيجيلها سكر؟ عن طريق السخونية. يا جماعة انا بنصح كل ام وكل اب ان ما يستهونوش خالص بالسخنيه. السخنيه بشكل كبير ملهاش كبير. السخنيه دي حاجه صعبه جدا، ممكن واحده او الطفل او الطفله، يا رب يعفي كل اطفال المسلمين امين، يسخن، فطبعا بيوقف عمليه البنكرياس، فبالتالي بيجيله مرض السكر، ويكون لسه مثلا طفل صغير سنه 2 سنتين 3، والام والاب مش عندهم، الجده والجده مش عندهم، يعني مش وراثه، بس بيجي عن طريق اي سبب من الاسباب. يا رب يعافينا. طبعا طبق السلطه غني عن التعريف، مهم جدا جدا للكبار وللصغيرين، حتى مش بس المرضى السكر ده، المهم العناصر الغذائيه اللي هو بيحتويها مهمه بشكل عام. انا حضرت لكم طبق سلطه كده صغير يعني ولذيذ، في كل حاجه، في كل عنصر ان احنا نقدر نستفاد منه. عندنا مثلا عنصر الخيار، ده الخيار الصغير ده خيار. الخيار بالذات ليه فوائد كتيرة جدا بعيدا عن السكر، بس خلينا النهاردة نتكلم عن فوائد المرضى السكر. اولا الخيار يحتوي على الهرمونات اللي هي بيحتاجها البنكرياس علشان يفرز الانسولين، الانسولين اللي هو بيظبط عملية السكر في الدم. يبقى احنا الوقت محتاجين السكر ليه؟ احنا عفوا محتاجين الخيار ليه؟ لانه بيمنع مرض السكر او بيحد منه، لان الهرمون اللي هو بيحتوي عليه بيعمل، اللهم صل على سيدنا محمد، بيعمل بيفرز البنكرياس انسولين، فطبعا احنا كده محتاجينه جدا جدا في الدم. ده بالنسبه كان معانا ايه للخيار. يبقى احنا ما نستغناش عنه حتى لو مش عندنا الا سلطة، لا احنا ممكن مش مهم ناكله في السلطة، خليها مثلا وجبة اساسية، خيارة خيارتين في اليوم، ما فيش اي مشكلة. تاني عنصر معانا هي الطماطم. دي الطماطم، والطماطم ده اصلا مهمة في كل حاجة، في كل حاجة الطماطم مهمة. الطماطم بتحمي مريض السكر من ايه؟ من المضاعفات، انه السكر عنده ما يحصلش فيه ارتفاع، بالتالي هيجي امراض كبد، زيادة في الكوليسترول، امراض الشرايين، حاجات كتير جدا يا رب ما يكتبها علينا. غير كده ان الطماطم دي كمان بتنشط الالياف الغذائية الموجودة في البنكرياس، اللي هو احنا محتاجينه جدا ان هو يفرز لنا انسولين. كمان بتنقي الجسم لانها بتحتوي على فيتامين جيم وفيتامين باء 6 اللي احنا طبعا كلنا محتاجينه، فدي بتنقي الجسم جدا من السموم. بتحتوي على عملية طبعا ماء والياف، حاجات كتير جدا كده في الطماطم احنا محتاجينها، مش بس كمان لمريض السكر، للمريض بشكل عام. معانا البصل. البصل ده ممكن تقطعيه وممكن تاكلي، في ناس بتحب تاكله كده، يعني في ناس بتحب ان هي تاكله كده، يعني تاكله كبير كده وثابت، وفي ناس تحب انها تقطعه صغير كده زي ده. البصل عنده قدرة عالية جدا يا جماعة في تثبيت مستوى السكر في الدم، لانه بيحتوي طبعا على عناصر غذائية كبيرة جدا، بتنشط الانسولين وبتزيد من افرازه في الجسم، فبالتالي بتثبت المستوى بتاعه، ما بينزلش وما بيطلعش. كمان بيساعد الخلايا انها تستجيب بسرعة جدا للانسولين. فلو انتوا لاحظتوا في كل العناصر الموجودة ان كل عنصر من دول احنا محتاجينه للبنكرياس علشان يفرز طبقة من الانسولين اللي احنا بنحتاجها في الدم، يبقى احنا كل العناصر دي احنا بنحتاجها عشان نظبط السكر في الدم، دون اللجوء للبرشام، للانسولين، الحقن. المخللات دي في مريض سكر للأسف عالي جدا، يعني مثلا عندك مريض سكر لو كل حلويات كتير لازم يلحق نفسه بأي حاجة مخللة، لأن السكر علا مع الحلويات طبعا حاجة صعبة جدا. هيحتاج كمان نفس القيمة الغذائية الموجودة فيه هي الموجودة في كل نوع من الأنواع دي المخللة. يبقى احنا مريض السكر يحتاج مننا
طبق سلطة بشكل يومي يا جماعة، صدقوني هينفعنا كتير وهيفرق معانا جدا جدا جدا. يا رب يشفي كل مريض، ويا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك وشير لكل أصحاب وسبسكرايب للقناة. وإلى اللقاء ووصفة جديدة من وصفاتنا اليومية. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.